بالنسبة لمنطقة الصريح التي تم عزلها عن باقي محافظات المملكة وهي من أحدى قرى إربد، نلاحظ أن هنالك التزام بنسبة كبيرة من أهالي الصريح من الساعة 10 للساعة 6 مساء، ولكن هناك مجموعة ضئيلة جدا من لا يلتزمون، وبعد 6 مساء لا يكون هناك أي شخص موجود نهائيا. أغلب الحالات المصابة بالفيروس، فيروس كورونا، اللي هي من محافظة إربد.